في غلة رحى أرض في قطيعة. السؤال المطروح، ما هو المراد من القطيعة؟ عند المراجعة جملة من الذين كتبوا في باب الخراج كانوا يصطلحون على الأرض التي تعطى من قبل الخليفة ومن قبل سلطان الوقت للبعض تسمى ماذا؟ تسمى قطيعة، مو فقط أرض، يعني قطعة بستان، يعني أرض مزروعة، تسمى ماذا؟ قطيعة، يعني أقطعني إياها. إذا تم هذا أنه هذه كانت من الضياع التي أقطعها السلطان للشخص، والإمام قال فيها الخمس، لعله هذا الخمس، لأنه هذه الأراضي والضياع كانت من الفيء والأنفال للأئمة. الفيء والأنفال ثابت الخمس فيه بنص ماذا؟ بنص القرآن الكريم، فهي من النوع الأول لا من النوع الثاني. ثم كانت هناك قضية مطروحة، وهذه إن شاء الله تعالى لعله في الأبحاث اللاحقة ستأتي، وهو أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، روايات عندنا صريحة في هذا سنقرأ بعضها، وهو أنه بعض الشيعة كان يأتي إلى الإمام ويسأله أنه وصلني مال أو قطيعة أو ضيعة أو بستان، ونعلم أن فيها ماذا؟ حقكم. هذا يا الحق الثابت لهم، هذا الحق الثابت بمقتضى ماذا؟ آية الفيء والأنفال. هذا الحق كان ثابتا لهم، والإمام سلام الله عليه لتزكية ولتطهير هذا المال كان يأمر ماذا؟ بإخراج الخمس، يعني بعبارة أخرى من مصاديق المال الحلال المختلط ماذا؟ بالحرام. المال الذي فيه حق ماذا؟ للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذا إن شاء الله تعالى بعد ذلك سيأتي واحدة من أهم الوجوه لبيان مراد روايات التحليل، قالوا هذا المعنى، مو أرباح المكاسب، يعني وصل إليك مال من السلطان، من الآخرين، من المخالفين، وأنت تعلم يوجد فيه حق من؟ ها؟ لأن هؤلاء لم يدفعوا حق الأئمة في الفيء والأنفال. فالإمام سلام الله عليه ماذا فعل؟ قال بأنه ماذا؟ أبحنا لكم لتطيب به أموالكم، مناكحكم، وزواجكم، ونكاحكم، إلى غير ذلك.